صباحكم زين وجمعة مباركة للجميع. نذكركم أنه هديتنا لمستمعينا ومشاهدينا عمرة، عنا 12 عمرة في انتظاركم، والعمرة الرائعة مع ديما فواياج، كل الخدمات موجودة فيها. فالعمرة هدية تشاركوا وتفوزوا بها وتتحصلوا على هديتنا الصباحية هدية. كيف تبعثوا دي حرف دي على 85 990، اكتب حرف دي فقط وابعثوا على 85 990، الى جانب الترشح لعملية القرعة للحصول على هدية جوهرة افام وديما فواياج للعمرة. وعمرة ديما فواياج معروفة، معناها مختصة في هذا المجال ديما فواياج. فايضا عندكم هدية اخرى يومية تتمثل في اقامة لشخصين لنهاية الاسبوع في نزل من خيرة النزل التونسية. يلا نمشي الجرائد. خليفة بن سالم حاضرين أمامه وقراءته الخاصة في عناوين جرائد اليوم. Revue de presse. انطلاق سيد حاتم بجريدة الصباح. رغم الوضع المالي والاقتصادي الصعب، تونس تكسب تحدي تسديد ديونها الخارجية قبل أجالها، تقول جريدة الصباح صفحة 3 اليوم. انطلاق أشغال المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، قائمتان تتنافسان والمستقلين حظوظ. صفحة 5 جامعون في منتدى البوصلة، ونعرف البوصلة التابعة ياسر المسائل متاع الانتخابات وغيرها في المجتمع المدني، تنبيه من تداعيات ضعف النشاط السياسي والمدني على الانتخابات المحلية. صفحة 3 أي مخاطر بعد ظهور جحافل من الجراد المحلي في المكناسي. في الصفحة 2 خبر لفت انتباهي، سقوط جزء من سقف قاعة تدريس بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة. كان نائب قبيلة كنا مش عم ما تدخل حليم بوسمة، بس نواب الشعب قال عندي مبادرة في علاقة بإصلاح هذه المدارس وغيرها. من المهم نقولوا أن مبادراتكم في مجلس نواب الشعب باش المدارس الكل متيحش السقفها لقدر الله، إذا كان وضعيتها بمثل هكذا حالة في بوعرادة، إذا كان مدرسة تيح سقفها، يعني احنا ولينا خارج موضوع الإصلاح التعليم والمضامين والمستقبل، ومازلنا في المسائل البدئية متاع قاعة وفي أول سنة دراسية من مش من المرسى المرة هذه من بوعرادة بدينا. إن شاء الله نلقاو فيها اللي تقوله جريدة الصباح، أن البرلمان يوجه 39 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة، يكون من ضمنها اهتمام بالشأن التربوي. خليل الحناشي، قائمتان هو اللي يخدم هذا، تتنافسان والمستقلين ذوي الحضور، اليوم انطلاق اشغال مؤتمر نقابة الصحفيين. بينما الجفاف والأراضي البيضاء ساهمت في تكاثير ظهور جحافل من الجراد المحلي في المكناسي، تعود على هذا الموضوع، واللي إن شاء الله جهاد الكلبوسي يعود عليه، إن شاء الله ما تكونش ثم توسع في دائرة حركة الجراد، معناها خاطر نعرف الجراد إذا كان هب على البلاد علامة من علامات السيئة كلية. ميلوني وفرهيلي يرداني على موقف سعيد، تقول جريدة صباح بعد رفضه ولاءاته، في عودة على تقريب الخصومة اللي كنا نحكيه فيها بين الاتحاد الأوروبي والرئيس سعيد. أي أي قيس سعيد ومع مقاربته إنشأنا، تقول عنده الحق أي في هذه المقاربة، وتقول أنه الخطاب كذلك بتاع قيس سعيد في اعتقاده أنه هو ماشي لشعبه أكثر منه إلى العالم الخارجي، يعني معناها تعتبره ما كانوا يوجد في مبررات لشعبه، هي تقول نفسها مش لنا أحنا. كعلاش يقول أذكر موضوع الهجرة هو نتيجة مباشرة لحرب هجينة يتم خوضها بوسائل كثيرة بما في ذلك أداة الجوع. هذا اللي قالته رئيس الحكومة الإيطالية أي القمح، اختتمت بالقول لذلك عندما نتحدث عن إدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية نتحدث عن هذا أيضا، يعني على إدارة مسألة الجوع. أوروبا إيطاليا مختلفة نسبيا في مقاربتها عن المقاربة الفرنسوية والألمانية في علاقة بموضوع الهجرة غير النظامية. سيدة ميلوني يقولوا لك راهو اللي يهم رئيس الجمهورية هو شعبه أولا وثانيا وثالثا، والعلاقات الخارجية راهي مبنية على مصالح شعوبه شعبه 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 ش
الهونولولو هي زادت دافع دافع على شعبها على شعبها فعلا معقول معناها في معركة لفئة إيطاليا وهذه هي السياسة وهذاك زاد الواجب اللي أدى إلى أنه هو رئيس مش غيره هم انتخبوه الناس رئيس. إعلان حالة الطوارئ المائية تقول الأستاذة أمال جرامي في الافتتاحية نتاع جريدة المغرب فزعت المتآمرين أم مطلب ضروري كنا حكينا عليه البارح كمان فيهم متآمرين زاد في الماء اللي ما خمسة بين الشتاء فما متآمرين يكوروا ومحتكرين هذا يا ربي ما رحمناش بالمطرش يا ربي أرحمنا يا ربي فينك من ناحيه ومن ناحيه ثانيه احنا منشي حاضرين هذا هو امال جرامي المقال يستحق القراءه في تقديري طبعا انا الشخصي الحقيقه ولفتت الانتباه انه احنا في العاده نتحدث عن حاله الطوارئ في الجوانب العسكريه في الجوانب الاستراتيجيه في علاقه بالامن المادي العسكري ساعات كي تبدا جائحات كبيره تعتبر انه الان مساله الطوارئ المائيه هي من هذا القبيل أمن قومي أمن قومي وحياتي معنى. تقريبا خصصت الحصة إلى هذا الموضوع حاتم جريدة المغرب بعد الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة عميد قضاء التحقيق يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي واختتام الدورة 22 للجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون هل سيختلف مصير اتفاقية جديدة ويقع تطبيق جريدة شروق شراكة استراتيجية بين تونس والجزائر توقيع 26 اتفاق تهم 16 قطاعا وبعد تفعيل نظام اليقظة الصحية تونس تقول جريدة شروق في مأمن من بق فرنسا ان شاء الله نكونوا في مأمن منها وتعود اي بتاع فرنسا داي مش من الحرب الى التطبيع اين العرب من نصر اكتوبر اليوم ذكرى نصر اكتوبر يعني على المستوى العربي 6 اكتوبر قال لاخر شنو 6 اكتوبر قالوا كوبري في القاهره وعبير موسي يدعوها في السجن تقول جريدة شروق فيما الابحاث موتة واصلة اقتصادية وسياسية رغم الضغوط تطبيع مرفوض تقول جريدة شروق في صفحة 4 ولعب مقصودة أم نقص كفاءة الإعلام التلفزيوني والسقوط إلى القاع تعود جريدة شروق إلى الإعلام التلفزيوني وطبيعة البرامج ومضامينها وغيرها وتعتبر هي طبعا جريدة شروق سقوط إلى القاع تقريبا هذا أهم ما جاء في جرائد اليوم بقيت لابريس لابريس ما بعدتش برشا لايون مقسوم على جزئين على اليسار نقا صورة للسيد رئيس الجمهورية لدى استقباله للسيد رئيس الحكومة والعنوان كان مهتم باستقبال رئيس الجمهورية لوزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج ووزير المالية ووزير الاقتصاد ويقول تريتي دي غالا ايغال اي نكسبتي اوكا ديك تاكت اكستيريور نقول احنا مفاوضاتنا الند للند وما نقبلوش تعليمات ولا اوامر ولا اي حاجه باش تفرض علينا في خصوص مفاوضاتنا الخارجيه هذا ما قاله رئيس الجمهوريه في مقابلته مع رئيس الحكومه وايضا ثلاثه وزراء لا املاءات ما عندهمش املاءات علينا هذا وزراء في علاقه بموضوع الفلوس بموضوع الفلوس ثم السو تيتر واللي هو مهم جدا بريزيرفي سنيب لا بريس ودار الصباح اللي هما يمثلوا جزء من تاريخ الصحافه في تونس والرئيس يدعو في نطاق القانون انه باش نجد الحلول لزوز مؤسسات من اهم المؤسسات الاعلاميه اللي عندنا في البلاد مع بقاء سؤال حتم تعثر الحلول يعني عندنا مده رئيس الجمهوريه زار لا بريس بعد زار الصباح بعد عاود معناها رجع للموضوع بعد اعطى مع تعليماته مع سيده وزيره الماليه بعد تحدث على الموضوع مع رئيس الحكومه السابقه لحد الان ما نعتقد زاد الموضوع كبير ياسر للدرجه هذه ما هيش معناها تحكي على 4000 موظف وخدام ولا شركات كبيره وغيرها الحقيقه وقيت باش يتفضل الموضوع هذا نتاع لابريس البعض قاعد يقول السيد رئيس الجمهوريه دائما وابدا يدعو الى اي هو يطلب من رئيس الجمهوريه البعض أي. علاش تدعو الى عمل مرسوم عمل قرار خذ موقف في هذا الموضوع لانه كأنه الرئيس لا بون فولونتي اللي اكزيست المتابعه على الميدان بعيد ومش موجود يعني المفروض راهو تاخذ القرار من قبل الوزراء ولا الادارات اللي هي مختصه مباشره لحل المعضله هذه على اليمين ترجع صوره كبيره لوزاره الصحه وترجع لابريس هل تونس في مامن من هل في مامن حقيقي وتعمل بوان دانتيروغاسيون من بق فرنسا
جاناش حتى من ألمانيا. شكرا لك خليفة بالسلامة. هذه كانت قراءة خليفة في جرائد اليوم. احنا لحظات او فاصل قصير ونرجع مع الميديو، وابقوا معنا. جوهرة بيبليسيتي. السلام ومرحبا بكم في هاي سبيد. اليوم نحكيو قوة، والقوة بالحق هي قوة الانترنت متاع أورانج اللي تسهل لك حياتك. الداونلود والأبلود تصدم على كل ما هو فيشي وإلى دوسي فوليمينو عليك بالانترنت تري او ديبي. الانترنت تري او ديبي متاع أورانج فيبر و VDSL كونيكسيون توصل حتى 100 ميجا و اون إليميتي، وزيد بالويفي بيرفورمان يواصل الكونيكسيون للدار الكل. هذا الكل ابتداء من 46 دينار و 500 في الشهر وبفاتورة واحدة. أورانج قوة انترنت. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو تفاح ب 2780 بيوس 3795. ام جي يفرح قلبك كل يوم. هل ترغب بزيارة بلد عربي سياحي بامتياز دون رسوم تأشيرة دخول؟ وهل ترغب بزيارة إحدى عجائب الدنيا السبع والتمتع بالبحر الميت وأجمل المغامرات وتذوق أشهى المأكولات؟ إذن الأردن وجهتك السياحية المناسبة. لمزيد من المعلومات visitjordan.com أو يمكنكم مراجعة وكيلكم السياحي في تونس. مرحبا بكم في الأردن. باش تعرس ولا تحب تبدل أثاث الدار، عليك بصالون تأثيث الدار من 6 ل 16 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل. في تخفيضات كبيرة في الأسعار. La bonne adresse pour un meilleur rapport qualité-prix. أما لزورونا من 6 ل 16 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير. في الدوزيام انيفرسير دو لا كارت سمايلز، مونوبري تفرح بكم وتحط على ذمتكم برشا ربح وبرشا كادوات بقيمة 50 مليون كاش باك، 12 باك الكتروميناجي، 12 سمارت فون و 12 شهر قضية بلاش، وبرشا كادوات أخرين على الباش فيسبوك. وانتي كان مازلت ما عندكش الكارت مونوبري سمايلز، فاش تستنى؟ اعملها في 30 سكوندة في الكاسة ولا اون ليني وتمتع بالليزافونتاج الكل وشيخ بالربح. مونوبري ديما معك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. بالدنيا وما فيها. شوف السبيد، شوف البيك، شوف السوم. مع جلوبال نت برانشي روحك بأحسن انترنت إليميتي وبأحسن الأسوام في الديبيات الكل ابتداء من 36 دينار و 900 والفري دو راكوردمون بلاش. باش تشارك وتربح 300 دينار، احكي لنا في كومنتير على فيسبوك ولا انستغرام جديده حكايه ولا طرفه صارت لك في الغونتري سكولير. جديده بنا على بنا. غرفه التجاره والصناعه لصفاقس تنظم الصالون